السلام عليكم. هذه الديليغاسيون التونسيين اللي مشاركه في لي جو بارالمبيك توا باش نروحوا ان شاء الله، قالوا لنا قبل بنهار يلزم تجيو معناها تعملوا لونجسترومون وتحطوا الباجاج نتاعكم، لان التونسي فهمتني جات فرضت علينا قالت لنا ما عندكم الحق تعديوا كان باجاج واحد، لي كومباني الاخرين الكل ها تفرش يروحوا بالدول باللاعبين نتاعهم كلهم يعديوا دو تروا كات باجاج، هذوكم ديجا كملوا غاديك تعداو الناس الكل، لنا هاو كيلكو زان فهمت، جوست كان نحنا قاعدين لنا هنا شادين الصف، عنا توا من نص النهار ونحنا واقفين لنا شادين الصف، توا قريب ماضي ثلاثة والباجاج هاك تشوفوا معناها في الصف وباش يسكروا توا ماضي ثلاثة ونص ما عادش يعدي وسيء، دونك هاك ثم حتى شكون قلق خرج لبرا وانا نستناه وفهمتني. هذايا تونيسير اي تونيسير هذايا بالنسبه لنا احنا مثلا الجامعه نتاعنا كانت سبونسور نتاعنا فهمتني، ما فهمتش علاش الشيف ديسكال شد صحيح قال لك تعدي كان باجاج واحد. اي سي سي تفضل. توت لي كومباني يهزوا في الباجاج جلوبال الا تونيسير. كان تونيسير هذوك. قال لك الفوتيل دو كورس تخلصوا عليه. والفوتيل دو لونسي يتخلصوا عليه. اي هذا نورمالمون معناها ديكيبمون سبورتيف تاع دي زونديكابي غراتوي فهمتني، قال لك لا حتى معناها لي فوتوي ولي فوتوي هذوما تاع لونسي زاده فهمتني، قال لك لا هذوما تخلص عليهم فهمتني، ما نعرفش معناها كيفاش. لا قالوا عندك حق دو فوتوي دو كورس و كات كارتون كارتون دو 15 كيلو، نحن الفوتوي القليل فيه يلزم 25 كيلو. المهم حاسيل وهذه توا الحاله الناس كملت غاديكا وديجا كاو ما ثلاثة ونص. نفس البعثة نفس الباجاج معناها كي يجوا عملوا ريجستر مون دي فاليز. اي 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 ما نعرفش علاش تبدلت لك سي طاهر شحالك تعب خويا ربي معك ربي معك. حتى جماعة البوتشي قال لك يخلصوا كل شيء كل شيء ولا غلط ها تتحلش الامور مش عارف ما نروحوش ديليغاسيون.